Alors, السلام عليكم مرة ثانية ومرحبا بي مرحبا بكم معايا. اليوم إن شاء الله عندنا واحد لا فورماسيون على هاد لا غام بلو داكوغ، لأن كاين شحال من واحد عنده وكيستعملها وما كيعرفش كيفاش يوظفها، أو لا بلوتو عنده وما كيعرفش كيفاش يستعملها. دونك اليوم غادي نعرفوا شكون هي هاد لا غام ولمن كتصلح وكيفاش ممكن أننا نستعملوها. اول حاجه بعدا هي غام اللي كتكون من كما كتشوفوا اربعه ديال العناصر. هي كنقولوا لها غام، مي هي ماشي غام، هي دي سوان سبيسيفيك. يعني كيفاش دي سوان سبيسيفيك؟ يعني كنقدروا ندخلوهم مع دي غام اخرين، مع مثلا لا غام انفينيت او لا مع لا غام سونيا اللي عندنا، او لا باسكو كل واحد كيمكن له انه يخدم ديتاشي على 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 لوتر. بحالاش غنبداو باول برودوي غنهضروا عليه اللي هو هذا تونال. الوغ طوناج شناهو؟ هو واحد لوسيون اللي كيطونيفي لابو. دونك اشنو فيه؟ اول حاجة فيه لالويفيرا، فيه مستخلصات ديال الخيار، وفيه مستخلصات ديال الشاي الابيض، وفيه كذلك اعشاب بحرية او لا طحالب البحر. الوغ هذا ليش كيتصلح وكيفاش ممكن اننا نستعملو؟ اول حاجة كيصلح لجميع الانواع ديال لابو، داكوغ؟ الوغ ملي كنغسلو الوجه ديالنا بلو بيان سور بلو صابون نيمبورت كيل صابون عندنا bien sûr forever. Donc ملي كنغسلو وجهنا بالصابون هذا كندهنو على وجهنا من موراه، اما بشويه ديال القطن او لا. وسورتو كيصلح حتى بالنسبه لي فان اللي كيبغيو يديروا المايك اب، مثلا يدار قبل المايك اب لانه كيتبت لينا المايك اب، لانه فريمون واحد لوسيون اللي هو رائع بزاف. اشنو كيدير لنا هاد التونر؟ اول حاجه كيحمي لنا الجلد من الاشعه الفوق البنفسجيه. الحاجه الثانيه انه كيحميها كذلك من الخطر ديال الجذور الحره، وكنعرفوا ان الجذور الحره هي سرطانات ديال الجلد، دونك تحمينا حتى من سرطان ديال الجلد. حاجه اخرى انه كيخلص البشره من الاسمرار. الناس اللي كيكونوا باغيين يوحدوا اللون ديالهم او لا بغاو يفتحوا اللون ديال البشره ديالهم فهو مهم بزاف بزاف بزاف. حاجه اخرى بالنسبه لهذا التونر، هو كيدير اعاده ديال توازن ديال بي اش ديال الجلد. كما قلت لكم جميع الانواع ديال الجلد وجميع الاجناس، يعني انا تنهضر دابا حاليا على الرجال والعيالات اون ميم طون. كيرطب لينا البشره ديالنا وكيوحد اللون ديال البشره وكيعطيها واحد اللمعان، واحد الاضاءه وواحد الانتعاش. فريمون كيعطي واحد اللمعان لابوغ. اون فوا غادي تابليكي على الوجه ديالك كتشوف وجهك كيبدا كيبري. دونك ماشي دليل على ان كاين زيوت في الوجه، مي نو. فكما قلت لكم فهو كيصلح لجميع الانواع ديال البشره، سواء الجافه سواء الدهنيه سواء المختلطه وحتى العاديه. حاجه اخرى انه كيقلل من ظهور المسامات. دونك الناس اللي كيكون عندهم لي بور محلولين، مسامات محلولين، دونك يقول لكم باش تنصحونا تقدروا تنصحوهم بهذا التونر. دونك كما قلت لكم لابليكاسيون ديالو هو انه كيتغسل الوجه ديالنا كيكون نقي، كيكون الوجه نقي، وبيان سور كتابليكيه بالقطن او لا بلي ديسك كوتون. اللي زوين في هذا التونر كذلك هو كما قلنا وديجا ذكرناها، هو انه كيدير لنا الحمايه ديال الجلد ديالنا لا من العوامل الخارجيه يعني المناخ بصفه عامه، لا من الشمس ولا من الاشعه الفوق البنفسجيه. وبون ملي كيديروه لي فام سورتو قبل المايك اب، دونك كيحمي لهم الجلد ديالهم على اساس انهم ما يتضرروش بهذاك المايك اب اللي حنا درناه. دونك هذا بالنسبه للتونر. داكوغ، شكون كان ديجا كيعرف يستعملو؟ دونك خديتو عليه فكره كيفاش كيتستعمل ولما نقدروا ننصحوا به. لو برودوي الثاني اللي غنهضروا عليه هو هذا لاكتيفاتور. لاكتيفاتور كنعرفوه ديجا كان اكتيفاتور مي تبدل دابا حاليا، ولا حتى في لومبالاج ديالو ولا في هاد لا غام بلو. هاد لاكتيفاتور شنو فيه؟ فيه 99.6% ديال لالويفيرا، وفيه كذلك واحد الماده اللي كتسمى الالونتوين. الوغ هاد المادة هادي شنو كدير؟ كتساعد على الالتئام ديال الجروح اللي كتكون عندنا في الجلد، أو لا التئام الجلد بجد بصفة عامة، وكتساعد كذلك على تجديد الخلايا ديال الجلد ديالنا. علاش؟ لأنها فيها أنزيمات، كنهضرو على هاد المادة، لأن كتحتوي على أنزيمات، وكتحتوي كذلك على أحماض أمينية اللي كتعاون كما قلنا في الالتئام ديال الجلد، وكتعاون في تجديد ديال الخلايا ديال الجلد. ليش كيصلح اخر؟ هو كيتصلح بالنسبه ليمنع الالتهابات الجلديه. مثلا شي واحد عطيتو شي حاجه ولا عنده هو اصلا عنده حساسيه ديال الجلد وجهو كيحمر له، اولا عنده شي التهابات في الجلد ديالو، فكيمكننا اننا ننصحو بلاكتيفاتور. كيديرو بيان سور كما كنقولو كنغسل لابو ديالي، وبيان سور كتقدر انك تابليكيه بالنسبه للبشره ديالك.
حاجه اخرى انا كنستعمله كوم ان ديماكيون بالنسبه للعينين، فهو زوين بزاف يعني. هو ماشي واتر بروف يعني، الناس اللي كيكونوا دايرين المايك اب اللي ما كيتحيد لهمش بعدا، فلازم ديماكيون ميك اب خفيف او لا هذا، فكنستعملو سورتو انه كيريح الحول العينين. هذا يمكن انه يتقاس حتى في العينين، هم اننا كنقدروا نديروا حتى تقطيره، انا كنديروا تقطيره العينيه. دونك من نهار اللي درتو يعني ما عطانيش شي افي خايب، من الحمد لله ديما كنشوف واحد الافي اللي هو زوين. بون عنده دي زابليكاسيون اخرين، مي حنا دابا حاليا كنهضروا على الجلد، تنهضروا على الوجه. حاجه اخرى انه يمكن كما كنقولوا كنعقموا به الوجه ديالنا، ونقدروا حتى اننا نمسحوا به الوجه ديالنا بحال ان ديماكيون بالنسبه للابو ديالنا. اللي زوين في هذا الاكتيفاتور هو حتى هو علاش انه فيه لالويفيرا بواحد النسبه ليا كبيره، دونك تيرطب لينا الوجه ديالنا لابو بصفه عامه، وكيعطي هذاك الاشراقه ديالها ودوك النضاره ديالها. دونك حتى بالنسبه للناس اللي كيكونوا وحتى الالتهابات الجلديه والحروق، يعني مثلا مشيت للبحر او لا مشيت للبيسين او لا وجهي تشمش مزيان او لا، فمزيان انني نجي نغسل الوجه ديالي ندير سوا تونر سوا الاكتيفاتور، كيعطي واحد المفعول زوين فريمون كيرد هذاك لو طان ديال افيك لو طون. راه ماشي سوغ بلاص بحال كنجي تابليكي غادي ترجع اللون ديالك، مي افيك لو طون بيان سور. دونك هذا هو الاكتيفاتور كما قلنا فريمون كنستعملو حتى كوم تقطيره العينيه ولا الجيوب الانفيه ولا حتى الودنين، دونك زوين بزاف بزاف. هذه من جهه. كاين لو برودوي اخر اللي هو هاد الصغيور هذا كونتور دي زيو. دونك هاد كونتور دي زيو والجميل اللي دارت لنا فوريفر هو انه ماشي غير انتي سيرن وانما حتى انتي بوش، يعني مضاد للانتفاخات اللي كتكون عندنا تحت العينين. دونك الناس اللي كيعانيو من هذوك لي بوش بحال الانتفاخات تحت العينين فمزيان لهم بزاف. الو اشنو فيه؟ بيان سور هاد الكريم هذا فيه لالويفيرا وفيه الجوجوبا وفيه واحد كتسمى سيلك تري باك، هو واحد بحال كنقولوا داك القشره ديال الشجره، ما عرفتش بالضبط شنو سميتو بالعربيه. دونك هذا كما قلنا فكيصلح هو اونتي سيرم بالنسبه للهالات السوداء، وانتي بوش وانتي ريد حتى بالنسبه لديك الخطوط الرقيقه اللي كتكون عند مثلا الواحد كيكون عنده داك في لي كريماس ديالو هذا ملي كيبدا كيضحك كيبانوا له دوك لي ريد فريمون، هذا كيخدم عليهم بزاف. الوغ بالنسبه له انا بعدا جربته كيعطي نتيجه ما بين 15 حتى 20 يوم. شوف واحد غادي يقول لك مثلا امتى غادي يعني الا كان فريمون تي ابليكي شاك جوغ كيعطي ريزولتا ما بين 15 حتى 20 يوم، وهذه زعما انا تجربتي انا الشخصيه. حاجه اخرى هو بيان سور كيحيد داك البهتة اللي كيكون في العينين، وحتى الناس اللي كيكون عندهم مثلا ديتاش كيكون عندك في الوجه ولكن تيكون عندك ديتاش تحت عينيك، مي هاد ليتاش ما يمكن ليناش نستعملو لهم لونتي تاش او لا نستعملو اي كريم اخر، لا لان هذا مديور خصيصا للمنطقه ديال حول العينين، يعني كيصلح حتى ليتاش اللي كتكون في العينين وكيصلح لهذوك النقط السوداء بحال كنقولو حنا النمش كيكون بارفوا تحت العينين، دونك حتى هو كيصلح له وكيعطي نتائج زوينه بزاف. بون هادشي اللي كاين كيفتح لينا اللون ديال البشره ديالنا. دونك نقدر كما قلنا انه يتستعمل مع كاع لي كام، اي كام انا كنستعملها نقدر ندخل معها هاد الكونتور ديال زيو وراه خاصو يدخل. علاش؟ باسكو لا لي كريم ولا لي زيكرون ولا حتى لي لوسيون ولا اي حاجه كنستعملوها بالنسبه لابو ديالنا ولا الوجه ديالنا فاحنا ما كنخدموهاش في الكونتور ديال زيو. دونك بالنسبه للكونتور ديال زيو مهم لا بالنسبه للعيالات ولا بالنسبه للرجال. فالجميل في هاد لي برودوي كاملين ولا هاد لا كام كامله هو انها ما كتبانش لينا على لابو، دونك واخا كيستعملوها رجال دونك راه كتعطيهم افي اللي هو داخلي، ما كتبانش كون انه داير شي حاجه تجميليه او لا، دونك ما نخافوش منهم ويقدر اي واحد يستعملها. كاين واحد الكريم اخر اللي سميتو كريم داي او لا داي لوشن، هذا اشنو فيه؟ فيه مستخلصات ديال الفواكه وفيه لالويفيرا وفيه مستخلصات ديال الفطر. اللي زوين في هاد لا كريم بيان سور سميتها داي لوشن يعني كدار في النهار، علاش؟ باسكو فيها واحد النسبه ديال الحمايه، فيها واحد النسبه ديال لا بروتيكسيون. الوغ لابليكاسيون ديال هاد لا كريم هادي بيان سور خاص يكون الوجه نقي مغسول ديجا، وخاص يكون الوجه ايدغاتي ديجا. هنا يعني شحال من واحد كيسمع انه كريم
ديال التغذيه هي سي فري كو كريم تغذيه ولكن فيه واحد الدرجه ديال الحمايه دونك هو بالنسبه له كيدار فوق لا كريم هيدراتونت اي واحد كيدير شي كريم ديالو دونك الخاصه به على حسب النوع ديال البشره ديالو كيمكن له انه يستعملها وسورتو سورتو سورتو كنهضر على لابو اللي كتكون سيش لابو ناشفه اما حتى لابو غراس فماشي مشكل كيمكن له انه يستعملها حيت التكستور ديالو شكون جربو ديجا داكوغ اللي جربو غيعرف ان التكستور ديالو شويه عاقده دونك هو بالنسبه له خاصو يكون الا كانت لابو سيش ضروري خصني تكون هيدراتي دونك باش ننصح لا راسي ولا لي كليون ديالو الا كانت لابو غراس سي با غراف تقدر انها يدار سون هيدراتاسيون حيت هو تا هو فيه نسبه ديال الهيدراتاسيون وبيان سور هادشي كامل ما كنساوش لا بروتيكسيون واخا فيه نسبه ديال لا بروتيكسيون مي ضروري ليكرون اي واحد غنصحو بهاد لاكان ضروري لا بروتيكسيون تنعطيها له في الاخر هادي بالنسبه لاكريم اشنو كدير كتحمي وكترطب البشره هي كتشكل لنا واحد الدرع ضد اشعه الشمس اولا ضد الاشعه الفوق البنفسجيه حاجه اخرى انها كتدافع اولا على لي طاش اللي كيكونوا في البشره داك البقع الداكنه اللي كتكون عندنا سوغ لابو اللي زوين فيها هو ان كما قلنا كتهيدراتي وكتعطي واحد ليفي مات بالنسبه للبشره دونك بالنسبه لابو غراس ملي كيستعملها كيبقى ان الوجه ديالو كيولي مات راه الناس اللي كيعانيو ان الوجه ديالهم ديما توجور مزيت وتوجور هذا فمزيان لهم كما قلنا الناس اللي عندهم لابو ناشفه شنو كيديروا لها لازم يهيدراتيو لابو ديالهم عاد انهم يستعملوها هذا بالنسبه لا كريم هيدراتونت كاين واحد البرودوي اخر اللي هو غوماج الوغ هاد الغوماج بيان سور حنا دابا نهضروا على الغوماج نورمال فلابو ديالنا سورتو دابا في الصيف ما كتحتاجش بزاف الغوماج تقدر غير مره جوج في السيمانه ماشي مشكل مي في الفتره ديال البرد لابو كتحتاج الغوماج بزاف سورتو لابو ناشفه دابا في هذه الفتره ديال الصيف اللي عنده لابو غراس يديرها مره جوج اللي عنده لابو سيش يديرها حتى 3 فوا حيت التكستور ديالو زوينه بزاف سامبل يعني ما كيضرش بالنسبه للبشره علاش لان شنو فيه شنو هما لي كومبوزون اللي فيه فيه بيان سور لالوي فيرا وفيه الحبوب ديال الباباي الو هذوك الحبوب اللي حنا كتلقاهم في الكوماج وكتقومي بهم لابو ديالكم وحبوب ديال الباباي دونك ما كيضرولكش لابو ديالك اشنو فيه اخر فيه لا بودغ ديال الخيزران وهو واحد النوع من الاعشاب العملاقه وكتعتبر يعني الجذور ديالها بحال الخشب دايره المهم هو الشكل ديالو بحال قصب السكر ولكن هو ماشي قصب السكر هو سميتو بومبو فوالا هو سميتو الخيزران الوغ هاد التركيبه فريمون زوينه وحتى البارفان اللي كتشوفوها في هاد لاكام كامله شنو كتشوفوا كتشموا غير الريحه ديال لي زانغريديون اللي كاينين في لي برودوي كاملين ما كاينش البارفان ما كاينش حاجه اللي هي مضره بالنسبه للبشره ديالنا ميم حتى لا بو سونسيبل كيمكن لها انها تستعمل هاد لي برودوي مي بالنسبه لا بو سونسيبل بور لو غوماج خاصها حتى تريتي لا بو ديالها عاد نقدر نعطيها لها باسكو غادي يقدر يحمر الوجه ولا يعطيها اي غوماج حنا كنهضروش زعما لا مي اي غوماج خاص حتى تريتي هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه حتى بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم مشكل ديال الحبوب اييه مزيان عطيو الكوماج علاش حيت الكوماج كيحيد لا بومورت كيحيد لنا هذوك الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء لي بوين نوار تيحيد لنا داك الطبقه الميته اللي كتكون عندنا تيحيد تيوحد اللون ديال البشره وتيقشر لنا لا بو ديالنا وكيفتح المسامات باش كيخلي اي حاجه غياخذها يعني غتاخذها لا بو ديالنا من مورا الكوماج بالزربه كتابسوربا فوالا دونك بالنسبه للناس اللي عندهم الحبوب كيفاش كيابليكيو بيان سور كيدار ولكن كيبقى شويه في الوجه حتى كينشف وكيتغسل نورمال ما كيتغوماج علاش سورتو الناس اللي عندهم الحبوب عندهم كثير اولا في عندو الراس اولا فما كيتغوماج كيبقى وبيان سور هنا كيبقى سو لي تريتمون حتى كيبدا يمشي له كيبقى غير التراس ديالو عاد كيمكن له انه يبدا يغومين الغوماج في الوجه ديالو بالنسبه لهاد كما قلنا الكوماج جميع الانواع ديال لابو كما قلنا وهو كيساعد كذلك على انه كيمنع الظهور ديال التجاعيد والعلامات الشيخوخه داكوغ كما قلنا الطريقه ديال الاستعمال جوج حتى لثلاثه المرات في لا سيمين سورتو بالنسبه لابو سيش بالنسبه لابو غراس من مره حتى لجوج في لا سيمين وبيان سور في الفتره ديال البرد فلابو كتحتاج انها تكوما بزاف داكوغ
دونك هذا ما كيخص هاد لاغام هادي كما قلت لكم فيه هما دي سوان سبيسيفيك اللي كي كيمكن لي انني ندخلهم مع اي غام اخرى وكما كيمكن لي انني نستعملهم هما وندخل معاهم لو صابون وندخل معاهم بيان سور لا كريم اولا ليكرون اولا لا بروتيكسيون بور الجلد ديالي دونك هذه هي لا فورماسيون ديالي اليوم على